بسم الله ما شاء الله، البنت بقت زي القمر. خلاص كفايه يا ساميه. يا اختي انا خايفه، البنت باين عليها بجد راكبها عفريت. عفريت ايه يا بنت؟ ما عفريت الا بني ادم. يا اختي انا عارفاها كويس، ما كانتش كده والله. انت مش بتقولي ان جوزها كان معذبها؟ تلاقيه عمل لها حاجه كرهها في الدنيا وما فيها، واللي احنا بقى هنعمله لها ده هيخرجها من كل ده. بس انت قولي يا رب. يا رب يا رب. الشيخة جت، الناس بره على نار. طب يلا يا بنتي، يلا 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 هاتيها، يلا 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 عشان الناس يزهقوا. يلا يا اختي تعالي. ايوه يلا حبيبتي. يلا حبيبتي يلا يلا، شدي نفسك معانا كده وقومي. يلا يا تميم يلا. يلا حبيبتي على مهلك. يلا ما تخافيش. المية يا بت. طهرة بسم الله بسم الله يا أمسينة، بسم الله الذي لا تضام به اسمه أي شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله الحسنى، أستعيذ به من الأبرص وشياطين الإنس والجن ومن المكشوف والمسطور ومن يخرج بالليل ويكمن بالنهار. موسى وإبراهيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا الله يا
انا اسف جدا والله، ما خدتش بالي. انا عارفه ان الواحد لما بيكون مشغول ما ياخدش باله من الحاجات دي. تقصدي ايه يا توح؟ تعالى اقعد، عاوزك. اتفضلي يا فندم. ها عايزني في ايه يا جميل بالظبط؟ بص انا عارفه ان ده مش وقته، بس انا عندي كلمتين عايز اقولهم لك، تاخد بيهم ما تاخدش بيهم انت حر، بس لازم تعرف ان انت ابن بنتي وانك اعز حاجه عندي في الدنيا. انت ايه رايك في عليا؟ عليا؟ مش فاهم رايي فيها ازاي يعني. يعني عليا دلوقتي امها ماتت وما عادش لها حد في الدنيا، واهل ابوها حتى ما فكروش يعرفوا اي حاجه عنها، وانت عارف ان هما سبب موت بدريه امها الله يرحمها. البت زي الفل، برلانت، وانا اللي مربياها، وامها كانت حبيبتي وانت عارف كده كويس. انا بقول يعني تتجوزها وربنا هيجازيك عنها خير. انا فاهم انت تقصدي ايه كويس يا ستي، بس انا مش هتجوز علي عشان صعبان عليك ولا عشان ما بقاش ليها حد دلوقتي. انا ممكن اقف جنبها لو احتاجت مني اي حاجه، مش هتاخر، وانت عارفه امير كويس. لكن اتجوزها، الجواز ده موضوع تاني خالص. يا ابن اللي يستر، ربنا يسترها معايا. عارف والله يا ستي. بصي خليكي معايا واحده واحده. لو انا سمعت كلامك واتجوزت عليها، ولا انا ولا هي بنحب بعض، هنتجوز ومش هنبقى طايقين بعض، لا انا بحبها ولا هي بتحبني، هيبقى ايه الحل في الوقت ده؟ ان احنا نتطلق. ابقى انا كده ما سترتهاش، هبقى اذيتها، صح ولا لا؟ شوف يا امير، هما كانوا كلمتين واقفين في زوري، وانا قلتهم لك، عجبوك عجبوك، ما عجبوكش اختار اللي انت عايزه. تصبح على خير. وانت من اهل خير يا ست الكل، تصبح على خير. انتي اسمك ايه يا حلو؟ تميمة. امال اهلك فين؟ انا ماليش اهل. انا عايزاكي معايا، عارفه لو بقيتي معايا هتعيشي العز والهنا كله، هخليكي تتربعي فوق رقاب الناس دي كلها، بس اهم حاجه تسمعي كلامي، تبقي من ايدي دي لايدي دي. احكي لي بقى يا حلوه حكايتك من طقطق لسلام عليكم، وانا هفهمها كلمه كلمه وحرف حرف. انت فاكره المكان اللي حطك فيه؟ ايوه فاكره. حلو الكلام. انت عارفه يا تميمه، انت بدر البدور، قمر منور. عارفه لو سمعتي كلامي هتشوفي العز والهنا كله، بس زي ما قلتلك ما تناقشنيش في حاجه من ايدي دي لايدي دي. مش فاهم. انا هفهمك بس نتفق، وشوفي الشيخة نونة هتعمل معاكي ايه. انا اقول لا ليه؟ انا عمري ما قلت على حاجه في الدنيا دي لا. اهم حاجه ان انا اخلص من جابر. جابر ده مين؟ ده انا جابهولك راكع يبوس رجليكي. يبوس رجليا؟ قولي اه وشوفي الشيخه نونه هتعمل معاكي ايه؟ ايوه انا هسيبك تستريحي شويه. تموت نفسها في أي وقت. أسود. أنا
شكرا. صباح الخير يا ماريا. صباح الخير يا استاذ امير، ازيك؟ عامل ايه؟ استاذ امير؟ يعني انا بقول لك يا ماريا تقولي يا استاذ امير، تحرجيني يعني؟ صحيح تميمه عامله ايه؟ لقيتها؟ لا، بس لقيت جوزها اللي اسمه جابر وسالته عنها، قال لي بعد ما هربت ما اعرفش عنها اي حاجه. حرام مسكينه، حاول تساعدها وتدور عليها. ان شاء الله هلاقيها باذن الله. هي إيه رايحه فين كده على الصبح؟ مفيش، بتمشى كل يوم الصبح الكافيتيريا هنا، بشرب شاي واقعد اقرا شويه. تحب تيجي معايا؟ بس انا خاف ازعجك. جرب؟ اجربها طبعا، اتفضلي. خدي علي كل يا حاجة. ماليش نفس. مفيش حاجة اسمها كده، لازم تاكل. مفيش نفس ده ايه؟ انت ما اكلتيش حاجة من الصبح. امسكي امسكي يلا كلي ده بس. مش عايزة يا علي، مش عايزة. أنا مش فاهمة بس، هو ليه ربنا بيعلي الناس دي فوق رقابينا؟ ليه؟ عشان أهالينا غاويين في فقر، سلمونا للدنيا عريانين زي ما اتولدنا بالظبط، ولا عشان فهمونا الدنيا مش زي حقيقتها؟ قالوا لنا ان احنا لازم نبقى طيبين ونبقى كويسين، وان لو حد اساء لينا ما نردلوش الاساءه، وحتى لو حد سرقنا نقول له الله يسامحك. علمونا ازاي نبقى طيبين على طول، وان احنا دايما نعمل الخير عشان نلاقي الخير. كلام، كله كلام، اتربينا على الكلام وعشنا في الكلام، انما الحقيقه ان احنا لما بنوع هي دي اللحظه الوحيده اللي بنحس فيها. انا عايزه اروح، تيجي علي تباتي معايا، انا مش عايزه ابقى لوحدي. ماشي. طب يلا اوصلكم. لا لا ما تتعبش نفسك انت، لو عندك مصلحه روح اعملها. ده رايي يا بنت فيه. يلا انت بتغني من يطلع له قرشين كده يشتري له عربيه 128 ترحمه من زحمه المواصلات. قل اعوذ برب الفلق، شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر الفساد في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الفلق، شر ما خلق. ابويا عامل ايه دلوقتي يا ستي؟ والله تعبان قوي يا امير. طب انا هنزل اجيب دكتور. لا لا ولا دكتور ولا حاجه. خلاص يا ابني شدتك رايتني، وانا هتلف وعرق وهبقى تمام ان شاء الله. يا حاج تعرق ايه بس؟ لازم دكتور صدقني. يا عم اسكت، وانا كل ما اقول اه هنجيب دكتور ان شاء الله هبقى كويس.
روح انت بس شوف حالك. خليك يا ستي انا هفتح. طيب الله شكرا. ايوه سلمى جليلة اتفضلي اتفضلي. كنا عايزينك في موضوع مهم قوي يا استاذ امير. قوي قوي. طب اتفضلي دلوقتي اتفضلي يا ستي. هي البت دي واختها جايين هنا يعملوا ايه؟ خلي بالك منهم. وطي صوتي طب شويه، انا ما اعرفش جايين يعملوا ايه، هعرف دلوقتي. المهم دلوقتي حبيبتي ادخلي اعملي لنا شاي. ما عندناش شاي والسكر خلص. يعني ادخل اعمله انا يا ستي؟ ما انا قلت لك ما عندناش، يعني هخترع لهم؟ لا عندنا، انا امبارح وانا جاي باكو شاي قد كده. وقع في الحوض. يا ستي عشان خاطر تدخلي اعملي، لا ادخل اعمله انا. السكر ده في الميه. طب انا دخلت. لا خلاص هعمله. أنا في مصيبة يا أستاذ أمير. مصيبة مرة واحدة؟ طب قولي يا سلمى إيه الموضوع وأنا أقولك إذا كان مصيبة ولا لأ. هو الموضوع كبير فعلا يا أستاذ أمير. إيهاب خطيبي. عمل إيه خطيبك؟ طلع نصاب. ونصب عليكي في إيه بالظبط؟ هو بصراحة يعني ما نصبش عليها بالظبط، بس دبسها وخلاها مضت على ورقة هيوديها في 60 داهية. لا 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 لا، أنتوا احكوا لي الموضوع بالظبط واحدة واحدة كده عشان أفهم بالراحة. اصلا انا لما عرفته على اساس انه تاجر وعنده شركه استيراد وتصدير، وبعدين قال لي انه عنده شركه عقارات كبيره كان بيأسسها، والشركه دي كتبها باسمي. كتبها باسمك؟ وبعدين خد قرض من البنك على اساس المباني اللي ابتدى فيها والارض اللي بيملكها، وخد عربين من الناس اللي هتشتري في المشروع اللي اعلن عنه، وبعدين اختفى طفش. بالظبط كده. وسابك انت تلبسي الليله لوحدك. ذنب الواد الغلبان اللي كان شايلك فوق دماغه انت واختك. زمان كانوا يقولوا ان ربنا بيدي للبني ادمين النعمة يا اما يصونوها يا اما يرفصوها برجليهم، وانت رفصت النعمة برجليكي وجريتي ورا الولد الموكوس ده اللي معاه شيء وشويات، واختك جليلة مشيت وراكي وسابت الواد اللي بيحبها اللي زي الفل وقهرته على نفسه. يلا يا جليلة. ثانية يا سلمى خليكي. اتفضلوا اتفضلوا. لو سمحتي قومي اعملي لي قهوه بسرعه. طب ما تقول لي قومي وخلاص، بلا قهوه بلا زفت. هو اللي يقول كلمه الحق تقف في الزور ويبقى كخه. يا جليله ارجعي لجوزك، جوزك بيحبك ومش هتلاقي زيه، وبعدي عن الوسواس الخناس اللي قاعد جنبك ده. انا اسف جدا يا جماعه، انتوا عارفين ستي. لا لا ولا يهمك، بس المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ هقول لك يا جليل هنعمل ايه بالظبط. انا هطلع على الورق بتاع الشركه بتاعتكم وهطلع على الاوراق بتاعه البنوك. انت قلت لي ان في ارض عليها مباني فعليه صح؟ اه فعلا. كويس قوي، يبقى انا بكره الصبح هاجي لكم الشركه اطلع على الاوراق اللي انا محتاجها وان شاء الله اقول لكم تعملوا ايه بالظبط. يعني تفتكر ان المشكله دي يبقى ليها حل؟ مفيش اي مشكله ملهاش حل، كل حاجه وليها حل يا سلمى. أنا كنت عارفة إن عبد العزيز ده هيجي هيجي. طب وأبويا؟ لما تتجوزيه والموضوع يستوي نبقى نقول له. ده الراجل كان ممكن يروح فيها. يا ريت. حرام عليك يا شيخة. أنا مش عارفة بنت أنت بتحبيه قوي كده ليه؟ الله، مش أبويا ولازم أخاف عليه؟ وبعدين عبد العزيز بتاعك ده ممكن يديني على قفايا. ما أنا قلت لك يا خايبة، عبد العزيز ده ممكن يبقى زي الخاتم في صباعك لو أنت عايزة. طب لو طلع غير ما إحنا بقى فاهمين؟ يبقى العيل. إزاي؟ يعني أول ما تتجوزيه لازم بسرعة تحبلي منه. شوفي الراجل ممكن يعمل اي حاجه في الست لغايه ما يجي العيل، واول ما يجي العيل ما يقدرش يعملها. اسمعي كلامي، هروح لبعيد ليه؟ شوفي ابوكي لو انت بقى ما كنتيش موجوده كان عمل فيا ايه؟ كان رماني في الشارع. سيبك انت بقى من الكلام ده، قولي لي زوزة هيدفع الفلوس قبل العقد ولا بعده؟ وانا كمان عايزه اخد حقي. انا عايزه اخد حقي كامل. بس ازاي؟ مش عارفه، بس هو
وديني وما اعبد ورب الكعبه يا حسام لاخد لك حقك كامل من مراد ورحمه امي لا سففه التراب واخليه يتمنى انه يدفن حي وانا كمان ورحمه امي ناخد حقي وزياده كمان ده سمير الو انا كنت لسه هكلمك عايزه اقابلك دلوقتي ضروري شايفه الفيلا دي كلها من النهارده بيتك وتحت امرك اهلا الحمد لله على السلامه يا ستنا الله يسلمك خدي الاموره خليها تنقي احلى سويت في الفيلا انت اطلعي بقى معاها استحمي كده ها وريحي عشان نتغدى سوا هو انت عايزه مني ايه بالظبط كل خير ما تقلقيش زي ما بقول لك استحمي وهنرجع نتكلم يلا خديها لفوق يلا يا اموره يلا يا حلوه انت هتشغليها معانا اصلك ما شفتيش اللي حصل في الزار الناس بتصدق اللي شافوه بعينيهم هي كانت بتتلوى في الارض زي الحيه الناس صدقوا ان العفاريت راكبينها فما انا اقول ان لولية الحبشيه عشقاها مفيش رد لكلامي ولما اقول ان هي همزه الوصل بيننا وبين اللي في سبع ارض تبقى هي همزه الوصل فهمتي طب افهم انا بقى افرض هي رفضت هتعملي ايه بقى ساعتها مش هترفض عرفت عنها كل حاجه دي ما هتصدق حمامك يا حلوه انا عايزاكي تطمني خالص وما تقلقيش ولازم تعرفي حاجه كويسه ان احنا ناس نضاف وعمري ما هطلب منك حاجه مش مظبوطه استريحي بقى ونامي عشان اللي هكلمك فيه عايز بال رايق وعقل مصحصح ودماغ رايقه يلا يا حلوه نزل رجلك الله يخرب بيت اهلك داخلين على الولاد ده يا رخص ايه بس يا باشا انت كده بتفصلني تماما بقول لك رخص اهو واحد ما عرفش يعمل دماغ في البلد دي او مفيش ديمقراطيه يا باشا باشا يا انت بتعمل ايه الله يخرب بيتك احنا في بلد حريه يا باشا باشا احنا في بلد حريه ولازم نعمل دماغ بمنتهى الثقه انزل يلا انزل حاضر يا باشا انزل الراجل ده شرس مني الله يخرب بيتك ينفع كده يا باشا يعني السياده الملازم يفصلني اتفضل يا باشا ايه ده؟ انت بتحشش يا روح امك؟ يا باشا ده احلى حشيشه في السوق من عند حماده اديداس والله. يا باشا الواد ده غلبان ده ما بيقصدش دي مش صغيرة عادية يا باشا. ما تصدقوش يا باشا، والله ما تصدق ولا بيفهم في الحشيش ولا بيفهم في الحاجات دي. انت بتهزر كمان، خدوه. روح انت يا ابو ايتن ها، انت عندك عيل وبتردع. الردع بقى. خلي بالك. يا باشا الواد ده غلبان والله. هتمشي ولا تيجي معاه؟ امشي. تمشي يا باشا. يا
امشي. متلجمة واني بضحك على نفسي، مش هقدر اعمل زي ما هو عمل، مش هقدر اقتله زي ما قتل حسام. حسام يا عليا، حسام اللي كل ذنبه في الدنيا ان هو عارفني وحبني، كان عايز يخليني بني ادمه. حاسه ان انا السبب في موته، لو ما كنتش ظهرت في حياته كان ممكن يبقى عايش. استغفر الله العظيم يا رب. انا ساعات ببقى حاجات عايزه اكلم ربنا، عايزه اقول له انت بتعمل فيا كده ليه؟ ليه خدت مني اغلى بني ادم عندي في الدنيا؟ استخسرته فيا ليه يا رب؟ ارجع اقول يعني يمكن ربنا زعلان مني، انا وحشه قوي كده. استغفر ربنا يا ليلى، ده ابتلاء ربنا رحمه. ساعات ربنا بيدي الوحش عشان يختبره. عارفه زمان كنت بحلم احب واتحب وانه هيجي اليوم وارتاح فيه واريح امي. امي راحت وانا فضلت واقفه في مكاني، لا ارتحت ولا ريحتها. عارفه بجد انا بحسد مين؟ مين؟ ساميه مروحه، مش همامها اي حاجه، عارفه ان كل الحاره بتتنقر عليها ويقولوا عليها كلام زي السم، وكل اللي في الحاره مش طايقينها، ومع ذلك عايشه حياتها ولا همامها، بتتعامل معاهم كانها ما تعرفش ولا حاجه. عارفة بقى احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي ورقة الشجر اللي في الصحراء اللي لا ليها لا أصل ولا جذور، والهوا عمال يمطوح فيها يمين وشمال لحد ما نشفت. وهي نفسي أضحك من قلبي، نفسي أرجع عائلة تانية وأضحك من قلبي. هو أنت عمرك ما ضحكت من قلبك؟ اه ضحكت لما كان بابا الله يرحمه عايش. اول ما كان يدخل من الباب كنت اجري عليه واساله جبت لي معاك حاجه حلوه؟ ساعات كان يقول لي اه ويطلع ملبسه وشوكولاته، وساعات كان يقول لي لا ويقول لي سامحيني نسيت. بعد كده عرفت انه لما كانش بيجيب لي حاجه كانش بيبقى معاه فلوس. بس تخيلي عمري ما زعلت، بالعكس كنت بجري واترمي في حضنه واقعد اضحك قوي وهو كمان بيضحك قوي، وكان يقعد يزغزغني ويشيلني ويرميني، كان دايما يقولي انت جميله قوي مفيش اجمل منك في الدنيا، وانا لو فيا حاجه حلوه أكيد هتبقى منه. عمري ما حسيت إني عايشة غير وإحنا في حضنه. وأنا كمان عمري ما حسيت إني عايشة غير وأنا في حضنه. الله يرحمه. الله يرحمه. الحقيقة أنت موقفك صعب أوي يا سلمى، بس في حاجة مهمة قوي عايز أقولك عليها ممكن تبقى في صالحنا إلى حد ما. البنك مش هيطلب مننا أي مطالب قبل سنة من دلوقتي، لأن ميعاد السداد اللي موجود في الورق مدينا فترة سماح لمدة سنة،
وبناء على الورق اللي قدامي والكلام اللي انت اكدته لي ان المشروع قائم بالفعل، وان اللي اسمه ايهاب ده عامل حسابه انه هينصب كده كده، لان هو باع الشيكات للبنك وعن طريقها خد القرض، والفلوس الفعليه للمشروع اكبر بكتير من الفلوس اللي هو كان هيستلمها. يعني كده كده كان عامل حسابه ان هو ياخد اكبر كميه من الفلوس ويهرب، فما صدق يلاقي حد يلبسه الليله، فلبسك انت الموضوع ما لقاش اسهل منك عشان يلبسك الليله كلها. كل الكلام ده كويس، انا بقى اعمل ايه؟ الموظفين مستنيين فلوس بتاعتهم، البنك كده كده هيطلب اقساطه الشهر ده السنه الجايه، وانا لي حال بس الليله؟ الباشا خد قرض باسم الشركه اللي انا صاحبتها، وانا اللي كنت هطير من الفرحه. قال ايه؟ جيب شبكه، مفيش عريس جابها لعروسته قبل كده في الدنيا دي كلها، ضحك عليا ابن الكلب. طب اهدي بس، المهم دلوقتي اللي انا عايز اعرفه هو لسه في مصر ولا خرج بره؟ وده بيفرق في ايه؟ هيفرق كتير، هنجيبه ونرغمه ان هو يرجع الفلوس اللي خدها ونسوي المشاكل اللي بينك وبينه. هو هيعمل ليه كده؟ ده ما صدق لا واحده هبله زي حالاتي تلبس الليله دي كلها. ما تقلقيش يا سلمى، ان شاء الله كل حاجه ليها حل، المهم عايزين نوصل لخيط يوصلنا لإيهاب، حد من معارفه، حد من قرايبه، اي حد يوصلنا ليه. وفي حاجه مهمه قوي، لازم نقعد مع بعض ندرس الموقف بالكامل. استني، مدير البنك اكيد متواطئ مع ايهاب، لان ايهاب هو الممول الحقيقي للمشروع. ازاي وافق يدي القرض لايهاب والشركه مكتوبه باسمك؟ يبقى اكيد متواطئ مع ايهاب واخد جزء من الهبشه اللي خدها ايهاب، فهماني؟ على كل لون يا باتيستا بقينا اخر اليستا، وماشيين الدنيا بدهرها وبالوسطى، سحرتنا كل كلامنا وبقينا عويل لساننا، واخد بالك يا صاحبي هاري وهارش يا اسطى. على كل لون يا باتيستا
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.